هسه محاضرتنا اليوم عن الأدرينرجيك أنتاغونيست. المحاضرة السابقة بدينا بالأتونوميك نيرفس سيستم وأخذنا السمباثيتك والباراسمباثيتك، وبدينا بالسمباثيتك حكينا على النيورو ترانسميتر، وحكينا عن الأبينفرين والنوربينفرين، وحكينا على الريسبتر أوف سمباثيتك أور أدرينرجيك سيستم، هو نفس المصطلح زين، وقلنا الفا وبيتا ريسبتر اكو، حكينا على اللوكيشن مالتها والافكت، وبعدين دخلنا على اليمن على الادرينرجيك اغونست او سمباثو ميميتيك دراج، حكينا على الفا 1 اغونست، الفا 2، بيتا 2، بيتا 1 اغونست. اليوم الموضوع ادرينرجيك انتاغونست، يعني بالعكس البلوكر، خلينا نقول ادرينرجيك انتاغونست او البلوكر. الأدرينرجيك بلوكر هي نفس المصطلح أدرينرجيك أنتاغونست، وإذا تذكرون بالمحاضرات السابقة قلنا الأنتاغونست أو البلوكر هو يسد اللي يسوي بلوك للريسبتر وما ينطي ريسبونس، إذا هو عنده إفينيتي للريسبتر بس ما عنده إفكت أور إنترينسينج أكتيفيتي أور ريسبونس، إذا هو يشتغل مثل السدادة. الادرينرجيك اغونست قلنا ايضا نسميها ادرينرجيك بلوكر اور سمباثوليتيك ايجنت بايند تو ادرينرجيك ريسبتر بات دو نوت برودوس ريسبونس. ذا ادرينرجيك انتاغونست ار كلاسيفايد اكوردنج تو ذير ريليتيف افينيتي، اذا اكيد هي تتقسم حسب ايش راح تسوي بلوك المن للالفا ريسبتر او للبيتا ريسبتر. الادرينرجيك بلوكينج ايجنت راح ناخذ اول مره الالفا، الفا ادرينرجيك بلوكينج ايجنت. خلوا ببالكم الالفا احنا عندنا الفا 1 والفا 2، الدراجز اللي تستخدم ثيرابيوتيك يوز اور كلينيكالي ابليكيشن عندها فقط الالفا 1 انتاغونست. الالفا 2 انتاغونست لحد الان تحت التجربه، تحت التجربه الالفا، يعني هسه احنا من راح نحكي فقط على الالفا 1 انتاغونست. هسه حاليا جاي يشتغلون على ادويه مثل الالفا 2 انتاغونست، يشتغلون عليها بمجال الدايبتيك، لان اذا تتذكرون من قلنا الالفا 2 وين موجوده؟ موجوده بالبنكرياس، وهي تسوي بلوك للانسولين ريليز، فتسوي بلوك للانسولين ريليز، ف جاي يشتغلون على هاي الريسبتر الموجوده فقط بالبنكرياس، لان هم ماكو الالفا 1 بها سب تايب، بها الفا 1 اي، الفا 1 بي، الفا 1 سي، والالفا 2 نفس الشيء. هم يحاولون هسه جاي يلقون دراج للدايبتيك للسكر يشتغل على الالفا 2 ريسبتر الموجوده فقط بالبنكرياس، بحيث مو بغير مكان زين. اذا الالفا 2 انتاغونست بعدها تحت التجربه. هسه احنا نحكي على الالفا 1 انتاغونست، عندنا الفنتولامين والفينوكسي بنزامين، ذول الاثنين هم يكونون نون سيلكتيف. الفنتولامين والفينوكسي بنزامين يكونون اثنينهم نون سيلكتيف، وبالنسبه نجي ناخذ الفنتولامين يختلف عن الفينوكسي بنزامين، الفنتولامين ريفرسبل والفينوكسي بنزامين ريفرسبل. تعرفون شنو يعني ريفيرسابل؟ يعني من يسوي بايندينج ويا ريسبتر بعد ما يطلع من عدها إلى أن تصنع ريسبتر جديدة. إذا نحكي على الفنتولامين هو ريفيرسابل نون سيلكتيف شورت أكتينج بلوك أوف ألفا 1 أند ألفا 2 ريسبتر. من يصير بلوك للألفا 1 إيش راح يصير؟ إحنا نعرف شنو الإفكت مال الألفا 1 ريسبتر، سو فازو كونستركشن. إذا من يصير لها بلوك إيش راح يصير؟ فازو دايليشن، إذا يصير دايليشن أو فاسكولار سموث مصل، ومن يصير فازو دايليشن راح تقل البريفرال ريزيستنس ويقل البلد بريشر. إذا الثيرابيوتيك أبليكيشن مالتها إنه تقلل البلد بريشر اللي هي منه الألفا أدرينرجيك بلوكر. المن تستخدم؟ طبعا هي هاي ما مفضلة، لأن أولا نون سيلكتيف، وأكو more optionات يعني therapeutic action يكون more safe than this drug، بس هي يستخدموها short term management of pheochromocytoma. الفيوكروموسايتوما هي شنو؟ adrenal medullary tumor، يصير tumor بالadrenal medulla فيزيد، يصير excessive secretion بالكاتيكولامين اللي هي النوربينفرين والابنفرين، وتعرفون إذا صار excessive secretion شو راح يصير؟ راح يصير vaso severe vaso constriction. إذن المجال الأول إلها للاستخدام بالنسبة للفنتولامين هو بالفيوكروما سايتوما.
شنو السايد افكت؟ طبعا هاي السايد افكت اثنين هم مشتركين بيها، الفينوكسيبنزامين والفنتولامين، اورثوستاتيك هايبوتنشن او يسموه بوستورال هايبوتنشن، من يقوم الواحد من بالفيرست دوز خصوصا يصير عنده دوخه ويصير عنده هايبوتنشن. والثاني ريفلكس تاكيكارديا، هي ما تسوي تاكيكارديا بالاصل بس هي تسوي ريفلكس تاكيكارديا. ليش؟ لان راح يصير بلوك للالفا 2 ريسبتر which cause an increased norepinephrine release and thereby increased beta 1 receptor stimulation. احنا من راح يسوون بما انهم هذول نون سيلكتيف راح يسوون بلوك للالفا 1 والالفا 2. الالفا 2 من يصير لها بلوك راح يزيد الريليز اوف نورابينفرين، وين يروح يشتغل النورابينفرين؟ على البيتا 1 ريسبتر اللي هي انكريز هارت ريت وانكريز كونتراكتيليتي، فيصير ريفلكس تاكيكارديا. اذا دول اهم سايد افكت عندهم الاثنين، اورثوستاتيك هايبوتنشن وريفلكس تاكيكارديا. نجي على النوع الثاني اللي هو الفينوكسي بنزامين، هو نفس البنتولامين لكن يربط الريفيرسابلي تو الفا ادرينو ريسبتر. دائما الادويه تربط الريفيرسابلي تكون غير مفضله، لذلك هو ايديال فور تريتمنت اوف فيوكرومسايتوما، لان هذا مرض مزمن فيه يعني مرض تيومر اكسسيف ريليز، فنحتاج هيك ادويه لونج ديوريشن لان هذا يصير لونج ديوريشن لان هو ريفيرسابل. النوع الثاني هو البرازوسين، تيرازوسين، الفازوسين وجماعتهم، ذولي بهم خاصيه انهم اولا ريفيرسابل، ثانيا سيلكتيف الفا 1 ادرينو ريسبتور بلوكر. اذا بهم خاصيتين وهم المفضلات وهم اللي يستخدمون حاليا البرازوسين وجماعتهم، هم اولا ريفيرسابل، ثانيا سيلكتيفيتي الالفا 1 ريسبتور. اذا من يصير انهبيشن للريسبتور ايش راح يصير؟ دايليشن بالارتري وبالفينس، وراح يقل البريفرال ريزيستنس ويقل البلد بريشر، ولذلك يستخدموها بالتريتمنت اوف بلد بريشر. اذر يوزز، واليوز مهم هذا الها، وتقريبا هو الاستخدام الاول اكثر من استخدامها بالهايبرتنشن، يستخدموها فور انهيبيشن اوف سموث مسل كونتراكشن بروستات، ريليف اوف يورينري سيمبتومز كوزد باي بيناين بروستاتيك هايبربليشي. اذا الاستخدام الاول الها الالفا 1 بلوكر او الالفا 1 انتاغونست سيلكتيف، الاستخدام الاول الها هو وين؟ بالبناين بروستاتيك هايبربليجيا. هو يصير تضخم بالبروستات ويصير ديسيوريا عند الشخص خصوصا بالاولد ايج، فينطون البيتا بلوكر. ثيرابيوتيك يوز، راح نعيد الثيرابيوتيك مالتها يوز بصوره عامه، اللي تستخدم للاسينشال هايبرتنشن مثل برازوسين وجماعتها، ذولاك يستخدمون فقط بالفيوكروماسايتوما اللي هم البنتولامين والفينوكسي بنزامين، لان نون سيلكتيف. السيلكتيف تستخدم بالهايبرتنشن وتستخدم ايضا بالكونجستيف هارت فيلر، والاستخدام المهم والاول الها بالبناين بروستاتيك هايبرتروفي. هذا الالفازوسين ايش عنده خاصيه؟ عنده خاصيه يسوي بلوك للالفا 1 ريسبتور الموجوده فقط باليورينري بلادر وبالبروستات، يعني سب السلكتيفيتي مالته تكون ايضا مو بس على الالفا 1، عن السب تايب اوف الفا 1 يسموها الفا 1 اي الموجوده بالبروستات والبلادر. شنو الميكانيزم مالته بالبناين بروستاتيك هايبرتروفي؟ از بلوكت اوف ذا الفا 1 ريسبتور ان ذا بروستات اند بلادر، ديكريز تون ان ذا سموث مسل of the bladder neck، يعني يقلل الكونتراكشن بالبلادر نيك وبالبروستات، وامبروف يورين فلو، يصير يورين فلو اور يورين اكسبارشن. السايد افكت هي مشتركه بيها الكل، اورثوستاتيك هايبوتنشن، ريفلكس تاكيكارديا او انهيبيشن اوف ايجاكيوليشن. الريفلكس تاكيكارديا بالسلكتيف يكون اقل من النون سلكتيف لان تبقى الالفا 2 تشتغل، اذا الرفلكس تاكيكارديا يكون اكثر شيء وين؟ بالنون سيلكتيف، لان بالسيلكتيف تبقى الالفا 2 تشتغل لان هو سيلكتيف فقط على الالفا 1 ريسبتر. وقلنا الالفا 2 بلوكر بعدهم يشتغلون عليها اندر ذا ريسيرش ابلكيشن. نجي على البيتا ادرينرجيك ايجنت، اذا احنا خلصنا من الالفا 1 ريسبتر بلوكينج، نجي على البيتا ريسبتر بلوكينج. حكينا عنها باللاب اللي راح وحكينا عنها مفصل، البيتا ريسبتر موجودة وين؟
اللي هسه استعمالاتها بيتا بلوكر، بالبيتا 1 موجوده بالهارت وبالكدني. البيتا 1 ريسبتور شو يسوي بالهارت؟ يسوي انكريز هارت ريت، اذا صار لها اكتيفيشن انكريز كونتراكتيليتي. وبالكدني شو يسوي؟ انكريز رنين، واذا زاد الرينين ريليز هرمون راح يزيد البلد بريشر. اذا احنا من نسوي بلوك للبيتا ادرينرجيك ريسبتور بيتا 1 ايش راح يصير؟ راح يقل الهارت ريت ويقل الكونتراكتيليتي اوف هارت ويقل الرنين ريليز، ودول الافكت ثلاثتهم يؤدون الى ديكريز بالبلد بريشر. اذا هي يوز فور تريتمنت اوف هايبرتنشن. سيلكتيف بيتا بلوكر اكت ات بوت بيتا، نون سيلكتيف بيتا بلوكر اكت ات بوت بيتا 1 اند بيتا 2 ريسبتور، وير از كارديو سيلكتيف يسموها بيتا انتاغونست تشتغل على البيتا 1 فقط. الاوفرول بيتا بلوكر لور بلاد بريشر ان هايبرتنشن، دي دو نوت اندوس بوستشرال هايت، ما تسوي بوستشرال هايبرتنشن. اذا هي تستخدم لعلاج بلاد بريشر بس مو مثل الالفا 1 بلوكر يسوي بوستشرال هايبرتنشن او اورثوستاتيك هايبرتنشن، لان الالفا 2 ريسبتر ما زالت تشتغل زين، because the alpha adrenal receptor main function. Therefore, normal sympathetic control of the vasculature is maintained. ودائما البيتا بلوكر اسمائها تنتهي بكلمة اولول، هاي للحفظ ما عدا اللابتالول والكارفيدالول. الكلاسيفيكيشن ايضا اخذناه باللاب، third generation اللي هي non selective تشتغل على البيتا 1 والبيتا 2. ما اعرف يمكم الاحتمال النت ضعيف او قوي لان اشتركت على الخط زين، وما اعرف يعني ان شاء الله زين، وكل الاحوال هي راح تجيكم المحاضره مسجله وكامله. هسه ايش قلنا؟ نون سيلكتيف الفيرست جينيريشن الفا 1 بيتا 1 وبيتا 2، الامثله عليها بروبانالول نادولول تيميلول بندولول. السكند جينيريشن يسموها بيتا 1 سيلكتيف اور كارديو سيلكتيف مثل ميتابرولول والاتينولول، بيسبرولول، ازمولول، اسيبيوتولول. الثيرد جينيريشن تكون نون سيلكتيف، يعني تشتغل على البيتا نون سيلكتيف بس بنفس الوقت تشتغل تسوي بلوك للالفا 1. اذا ثيرد جينيريشن هي نون سيلكتيف اور سيلكتيف على البيتا بلوكر وذ فازو دايليتنج افكت. عتها لان ليش عتها فازو دايليتنج افكت؟ هي المفروض البيتا بلوكر ما عتها، بس هذا النوع الثالث يشتغل على بيتا ريسبتر يسوي لها بلوك ويشتغل ايضا على الالفا 1 يسوي لها بلوك. مثال عليها فقط الكارفيدالول لابتالول. هسه نجي على الافكت بالكارديو فاسكولار سيستم، ايضا هاي اخذناها بتفاصيلها باللاب ونعيدها هسه. شنو تاثير البيتا بلوكر أو بيتا ريسبتر أنتاغونست الكارديوفاسكولار سيستم؟ أول شيء تسوي ريديوس للكونتراكتيليتي، حكيناها، وتسوي ريديوس للهارت ريت. بالبسط شو تسوي؟ تسوي انكريز ان بريفرال ريزيستنس. إذا 3 افكت عندها، الافكت الأولى هي ريديوس كونتراكتيليتي، الافكت الثانية ريديوس هارت ريت، بس بنفس الوقت انكريز بالبريفرال ريزيستنس، يعني سوي لان راح يصير انهبيشن للبيتا 2 ريسبتر الموجوده بالبلود فيسلز واللي هي مسؤوله عن الدايليشن. وايضا البيتا بلوكر لها افكت ثانيه بالكدني، بس تقلل الريليز اوف رنين. من يقل الريليز اوف رنين راح يقلل البلد بريشر. التفاصيل شلون يصير ناخذها بعدين بالهايبرتنشن دراجز. هسه نجي الافكت اوف بيتا بلوكر على البرونكاي او على الريسبيراتوري سيستم. شو تسوي؟ تسوي ريلاكسيشن بالسموث مسل اوف برونكاي، تسوي ريلاكسيشن وتسوي برونكو دايليشن. البيتا 1 ريسبتور انتاغونست سش از ميتابرولول او اتينولول اللي هم بيتا 1 سيلكتيف يكونون عندهم خاصيه ادفانتج مور ذان نون سيلكتيف، لان هم ما راح يشتغلون على البيتا 2 ريسبتور الموجوده بالبرونكاي ويسوون برونكو كونستراكشن. اذا هم عندهم ادفانتج على البيتا نون سيلكتيف دراج. هاي تفيد الاشخاص اللي عندهم اسما او كرونيك اوبستراكتيف بلمناري ديزيز. الأذر إفكت أوف بيتا بلوكر على الآي، شنو الإفكت مالتها؟ سيفرال بيتا بلوكينج
اور بيتا بلوكر ريديوس انترا اكولر بريشر. اذا هي تقلل ضغط العين، تقلل انترا اكولر بريشر، وهذا يفيد بمن؟ بالجلوكوما. اذا هي تستخدم توبيكالي بالجلوكوما لان هي تقلل الانترا اكولر بريشر. شنو الميكانيزم مالته؟ ليش تقلل الانترا اكولر بريشر؟ لان تقلل الاكويوس هيومر برودكشن، الاكويوس هيومر الميل بالعين البرودكشن مالته تقلله. الميتابوليك افكت شنو للبيتا بلوكر؟ اذا احنا هسه اخذناها خطوه خطوه، الافكت مالته على الكارديوفاسكولار، افكت مالته على الريسبيراتوري سيستم، الافكت مالته على الاي، هسه الافكت ميتابوليك افكت. تتذكرون ايضا حكينا باللاب قلنا اللي هي انكريز كونسنتريشن بلازما كونسنتريشن اوف فيري لو دنسيتي لايبوبروتين اللي هو شيء يسموه باد كوليسترول، أو decrease concentration of high density lipoprotein اللي هو شيء يسموه good cholesterol. Both of these change هذول التغييرات are potentially unfavorable in cardiovascular disease. إذن الشخص إحنا مستخدمين البيتا بلوكر لأن هو عنده cardiovascular disease، عنده hypertension، عنده angina، زين هاي ال two effect unfavorable غير مرغوب فيها. Other effect البيتا بلوكر بصورة عامة بما أنه هي تسوي بلوك للكاتيكولامين تسوي تريمر بالأطراف خصوصا بالإيدين يصير تريمر. هسه السايد إفكت مالتها بالكارديوفاسكولار نعيد نفس الحكي، هي ايش راح تسوي؟ تسوي تقلل الهارت ريت وتقلل كونتر أكتيفيتي. إذا هي شو تسوي؟ تسوي براديكارديا، تسوي براديكارديا. وأكو إفكت ثاني عتها قلنا إذا صار sudden or abrupt discontinuation may cause angina and increase the risk of sudden death. البيتا بلوكر إذا انسحبت بصورة مفاجئة من الشخص يعني قطعها مو تدريجيا احتمال تسوي angina و there is a sudden of death. وأيضا other side effect إلها تسوي برودة بالأطراف called extremities. These are believed due to loss of beta receptor mediated vasodilation in cutaneous vessels. لأن إذا صار بلوك للبيتا ريسبتر الموجودة بالأطراف راح يقل الفازودايليشن، لأن هي قلنا البيتا 2 ريسبتر مسؤولة عن الفازودايليشن، وراح يصير cold extremities. وهاي common side effect يعني معروفة عند الأشخاص اللي ياخذون البيتا بلوكر. نجي على السايد افكت اللي تتعلق بالميتابوليك افكت، قلنا هي هو اكيد انكريز الباد كوليسترول وديكريز الجود كوليسترول، هاي حكيناها. وبعد شيء يسوي ديلي ريكفري فروم انسولين انديوس هايبوغلايسيميا، يعني الشخص اذا ما ياخذ انسولين وصار عنده هايبوغلايسيميا ريكفري او المعافاه من هاي الهايبوغلايسيميا يصير صعبه بالنسبة اللي ياخذ بيتا بلوكر، لأن تقلل البيتا بلوكر تقلل الجلايكوجينوليسيز، فما راح يصير موبيلايزيشن الجلوكوز، ما راح يقدر الجسم يحصل على الجلوكوز من الخزينة اللي عنده من الجلايكوجين موجود بالليفر بالمصل. فهي إذن شنو ديلي ريكفري تقلل الشفاء فروم انسولين انديوس هايبوغلايسيميا. أدر إفكت إنه هي تسوي ماسك سيمبتومز أوف هايبوغلايسيميا، حكينا قلنا الشخص اللي يصير عنده هايبوغلايسيميا قوية خصوصاً لجماعة الإنسولين يصير عندهم تاكيكارديا، يصير عندهم تريمر، يصير عندهم أنكزايتي، دول ثلاثتهم الصفات البيتا بلوكر يسوولهم ماسك أو تريتمنت لها. فالشخص يعني اللي ياخذ إنسولين يصير عنده هايبوغلايسيميا وأيضاً يصير ياخذ بيتا بلوكر ما يحس على نفسه إنه صار عنده هاي السيمبتومز وما يحس على نفسه من يصير عنده هايبوغلايسيميا. الادفيرت افكت بالبلمونري اكيد هو يصير برونكوسبازم او برونكو كونستراكشن، لذلك هو كونترا انديكيتد اور وذ كوشن يوزد ان اسما، ما يفضل استخدامه للاسما. اذر ادفيرس افكت المتعلقه بالسي ان اس، المتعلقه بالسي ان اس هاي فقط للدرجز اللي تدخل السي ان اس اللي هي ليبيد سوليوبل. ادفيرس افكت انكلود سيديشن فاتيك اند سليب التريشن. الاتينولول والنادولول دول ليبيد سوليوبل ما يدخلون للسي ان اس، لذلك السي ان اس افكت عندهم تكون اقل. الكونترا انديكيشن اكو
ابسوليوت كونترا انديكيشن واكو ريليتيف، يعني ابسوليوت نهائيا ما يفضل تستخدم، او نهائيا بصوره مطلقه ابسوليوت كونترا انديكيشن. مثل من اذا شخص عنده براديكارديا، يعني هو شخص عنده براديكارديا واحنا نجي نعطي بيتا بلوكر، شو يصير بيه؟ هي تقلل الهارت ريت وتقلل الكونتراكتوريتي، هو اصلا عنده براديكارديا، اذا هاي ابسوليوت كونترا انديكيشن. والكارديوجينيك شوك يعني هو من يتوقف يصير اريست بالهارت، احنا خب ما نعطي بيتا بلوكر توقفه بالزايد، هاي بالنسبه للابسوليوت. الريليتيف ما يفضل تستخدم بالاسماء كرونيك اوبستراكتيف بلمونري ديزيز، لان هي قلنا شو تسوي؟ تسوي برونكو كونستراكشن. اذر بالبريجنانسي ما تستخدم، عدا اللابتولول يستخدم از انتي هايبرتنسيف دراج بالبريجنانسي وومن. وبالبريفرال فازيكولار اوكلوسيف ديزيز، اذا شخص عنده بالبريفرال فازلز عنده اوكلوسيف او انسدادات بسيطه، ايضا البيتا بلوكر لا يفضل استخدامها. هسه نجي للكلينيكال يوز، اكيد بالهايبرتنشن حكيناها هذول كلهم باللاب السابق، بالانجينا، بالاريثميا يستخدموها از بروفيلاكسيس، مو الاكيوت فقط البروفيلاكسيس، ويستخدموها بالمايوكارديال انفاركشن، ويستخدمون ايضا هاي. اذا هسه الثلاث ديزيز اللي تخص الكارديوفاسكولار سيستم هي هايبرتنشن، انجينا، اريثميا از بروفيلاكسيس، وبالمايوكارديال انفاركشن. وايضا تستخدم بالجلوكوما التيميلول موجود على شكل قطره توبيكال تستخدم، ويستخدموها بالكرونيك مانجمنت اوف جلوكوما، مو اكيوت، بالكرونيك مانجمنت اوف جلوكوما. ايضا قلنا البروبانيلول لان ليبت سوليوبل ويدخل للسي ان اس، يستخدمونه بالميجرين بروفيلاكسيس صداع النصفي، ويستخدم ايضا البروبانيلول بحاله الستيج اوف فرايت، الشخص اذا راح يتعرض الى يعني حاله من الخوف ويصير عنده فاميليال تريمر، يصير عنده رجفه بالايد، يستخدمون ايضا البيتا بلوكر خصوصا البروبانيلول. وايضا البروبانيلول يستخدم بالثايروتوكسيكوسيس، عنده شغلتين هو والازميلول يستخدموهم. شو يسوون بالثايروتوكسيكوسيس؟ اولا يقللون الساين والسيمبتومز مال الثايروتوكسيكوسيس اللي هي التريمر، الانكزايتي، التاكيكارديا، وبنفس الوقت البروبانيلول يقلل والازميلول التحول التي 4 تو تي 3، ثايروكسين 4 تو تي 3. هسه هاي خلصت محاضرتنا اللي هي عن الادرينرجيك انتاغونست. ان شاء الله المحاضره الجايه راح نبدي بالبارا سمباثيتك. احنا هسه السمباثيتك اخذنا الاغونست والانتاغونست، ان شاء الله على المحاضره الجايه ناخذ البارا سمباثيتك الاغونست ايضا والانتاغونست، او يسموه الكولينرجيك سيستم. هسه راح ناخذ محاضره العملي اللي هي كيف نكتب الوصفة الطبية بصورة علمية وصحيحة. هسه متواصلين وياي ان شاء الله زين، راح نبدي بالعملي. طلعت لكم الشاشه مالت العملي، بس احد يجاوبني على الشات على السريع حتى نبدي بالعملي.
راح نبدي how write. اوكي راح نبدي writing of prescription. طبعا هو هذا اللعب جدا بسيط زين، وهو يعني مفروض مو هسه ننطيه، بس احنا لان النظر شوية متأخرين به، فأريد أوصل بعد للباراسمباتيك حتى نمشي نظري ويعملي، وهي ما لها علاقة هاي كيفية كتابة الوصفة or prescription writing. هسه البريسكريبشن، the prescription اللي هي الوصفة order is an important therapeutic transaction between the physician and the patient. إذن هي فد معاملة طبية بين الفيزيشن الطبيب ونقول البيشنت. It must communicate clearly with the pharmacist، وأيضا must be communicate بصورة واضحة ويا الفارماسيست الصيدلي، على مود يعني تكون فتشي كل شيء بها واضح ومبين. And adequately instruct the patient on how to take the prescribed medicine، تفهم المريض تماما عن كيفية تناول العلاج. Prescription orders are medical legal documents، هي من تجيها هي تعتبر medical legal documents، يعني هي تعتبر في documents قانوني. إذن therefore they must be written legibly in ink، لازم تكتب بالحبر، يعني خلينا نقول حبر أو جاف، لأن هي شنو the legal responsibility for prescription، the doctor who signed the prescription، المسؤولية القانونية راح تصير على من؟ على اللي كتب الوصفة ووقع. يعني قد تكون خلينا نقول الوصفة لا سمح الله بها خطأ، اشتكى المريض، انت المفروض تأمن نفسك انه كاتبها بقلم ما ينمسح او يتغير الخط وموقع عليها، لان الريسبونسابيلتي القانونية legal responsibility راح ترجع للدكتور اللي هو كتب هاي البريسكريبشن ووقع عليها. هسه how write the prescription. The prescription order consists of the شون اول الاليمنتس مالتها العناصر. اولا نكتب الايدنتيتي اوف ذا دكتور، يعني شنو الايدنتيتي اوف ذا دكتور؟ نكتب لازم اسم الطبيب موجود، الادريس اوف دكتور العنوان، الكواليفيكيشن مالته التاهيل، يعني هو شنو طبيب، طبيب اسنان قد يكون طبيب بيطري. اذا الكواليفيكيشن ونمبر اوف ريجستريشن، يعني رقم التسجيل مالته من فتح عيادة، لازم اكو رقم التسجيل. هاي خلصنا من هالايدنتيتي او دكتور. بعدين تجي الايدنتيتي اوف بيشنت، ناخذ النيم اوف بيشنت، لازم اسم المريض، الايج عمره، السكس مالته انثى ذكر، الايج از ديزايربل فور سيفتي بيربس، الايج مهم على مود شغلة السيفتي، يعني الصيدلي هم راح يلاحظ انه هذا الشخص مثلا عمره 6 سنين 20 سنه ايجينج 60 سنه، حتى واحد يعني ننتبه للدوز كمية الدرج راح ياخذها. هاي خلصنا من أول عنصرين. العنصر الثالث هو الدايجنوسيس. خلصت أنت هسه موجود معلومات الطبيب، معلومات المريض، هسه نجي تكتب الدايجنوسيس. شنو الدايجنوسيس؟ أنت شخصت المريض شنو عنده؟ عنده مثلاً أورال إنفلاميشن، أور عنده مثلاً هايبرتنشن، مرات مو ديزيز معين، عنده هيديك، عنده فيفر، فينكتب الدايجنوسيس. نجي هسه نبدي بالسوبرسكريبشن، هي كلمة الار اكس، هذا مختصر للتريت وود، يعني يعالج مع، يسموها سوبرسكريبشن. هاي السوبرسكريبشن تبدي بيه من نكتب الار اكس، نبدي هسه نكتب الدراجز. الدراجز اولا يسموها الانسكريبشن، الدراجز يسموها الانسكريبشن. تشويز اوف دراج نيم، انت تقدر تكتب الاسم العلمي الجينيريك نيم، وتقدر تكتب التجاري التريد نيم، بس اللي يفضل هو الاسم العلمي. تشويز اوف دراج نيم، بيست از تو يوز جينيريك نيمز راذر ذان يوزينج براند نيم، اذا يفضل الاسماء العلميه للدراج احسن ما نستخدم الاسم التجاري حسب اسم الشركه، تعرفون كل شركه لها اسمها الخاص. This eliminate need for memorizing multiple drug name، هذا يقلل انه تحتاج تحفظ عدد ادويه اكثر. هذا مات فلان شركه هيك اسمه، شركه ثانيه هيك اسمه. انت اذا حافظ الاسم العلمي مثل تكتب تريد بروبانلول، هو بروبانلول، ليش انا كتبه باسماء الشركات او اسماء الدول المصنعه؟ ونفس الشيء الامبسيلين امبسيلين، اموكسيسيلين اموكسيسيلين، باراستيمول باراستيمول.
يعني إذن يفضل الاسم العلمي. هو تقدر أنت تكتب الاسم التجاري، بس يفضل الاسم العلمي. الاسم التجاري the trade name may refer، الاسم التجاري يشير مرات يشير للأكشن أو الدرج، مثلا نقول antiviral syrup يعني البايرول المضاد للحرارة، هذا يعني يعنون به باراستيمول. احنا ليش قلنا نكتب الاسم العلمي احسن؟ او من يكتبون انتيروستوب، انتيروستوب اسم تجاري معناها يوقف الدياريا، بس هو بالحقيقه الاسم العلمي له هو دايفينوكسيليت. او يشير الاسم التجاري التريد نيم للكومباني الشركه المصنعه، من نقول امبيدار، امبيدار هو امبيسيدين بس صنعته شركه دار الدواء الاردنيه فيسموه امبيدار. إذن الأفضل شنو تكتب؟ أمبيسيلين. أسما سام هو أيضاً ثيوفيلين يستخدم للربو، صنعته شركة سامراء فيسموه أسما سام. إذن نرجع نقول يفضل الأسماء العلمية. خلصنا كتبنا اسم الدرج سواء تجاري أو علمي. ايش نكتب بعد؟ الدوزج فورم، لازم تكتب تاب كبسول سيرب انجكشن. أنت تعرفون الأمبيسيلين بي كبسول بي انجكشن بي سيرب، حتى إذا انجكشن تكتب فيال لو أمبول، جوز أنت محتاج فيال تنطي مو أمبول حتى تقسمه زين. أويتمنت سبوزيتري تكتب الدوزج فورم، وتكتب أيضا خلاصني كتبنا اسم الدرج الدوزج فورم، نكتب الدرج سترينث. شنو الدرج سترينث؟ القوة مال الدواء. يعني إذا تكتب فاليوم اللي هو اسم العلمي شنو؟ دايزيبان، لازم تكتب يمه، لازم ضروري 2 ملي جرام 5 ملي جرام أو 10 ملي جرام. مثلا الاندرال اللي هو هسه حكينا عنه قبل شوي البروبانولول بيتا بلوكر، ايضا اكو ابو العشرة ملي جرام واكو ابو الاربعين. البنزايل بنسلين اكو ابو 500 الف يونت واكو ميونيوس. يعني اذا هسه قلنا نكتب اسم الدرج ونكتب الدوزج فور مالته ونكتب السترينكت قوه مالته، وراها ايش تكتب؟ الدوز هي النمبر اوف فورم بير داي. يعني يا اما تكتب مثلا وينز دايلي مرة واحدة باليوم، أو بي آي دي في اثنين، أو تي آي دي في ثلاثة، أو كيو آي دي في أربعة. إذا نكتب الدوز مثلا حبة، تكتب حبة وتاب وان تاب في أربعة، أو وان كبسول في أربعة، أو وان كبسول في تو. بعدين أيضا تكتب الروت أوف دراج أدمنستريشن، مثلا عندنا الفولتارين من تكتبه تكتبه مثلا صح أنت كتبته أمبول، بس أيضا اكتب يمه آي إم، حدد اي ام اي في زين. مثلا بروكاين بنسلين معروفه انه ينطب بس اي ام، وانت صح كتبت فيال وراح ينطونا برانترال، بس ايضا ينكتب يمه ديب اي ام. الانسولين مثلا بحاله الدايبتيك كيتو اسيدوزس، هاي امرجنسي كيس، امرجنسي كيس هاي، ينكتب يمه اي في اور اي ام، انت صح راح تنطي برانترالي بس حدد يا روت. بحالة الإنسان الطبيعي اللي ياخذ أنسولين سبكوتانيوس ياخذه. إذا هسه نجي شنو خلصنا من تسمية الدرج، نجي نحكي على السبسكريبشن. سبسكريبشن هي دايركشن تو ذا فارماسيست، هاي توجيهات للصيدلي، هاي تعليمات للصيدلي. هي شنو؟ نمبر اوف فورمز، قد راح يصرف الصيدلي سبنس، مثلا 30 تاب 30 كبسول، مثلا فيال 4، إذا سيرب 2 سيرب لو 1 عبوة واحدة، هاي التعليمات يسموها subscription direction for the pharmacist. بعدين الليبل أو transcription هاي لل direction to the patient، معلومات للبيشنت. هاي مثلا تقول له to be taken at night، إذا hypnotic drug أدوية منومة أكيد راح لازم توصي تقول له take at night، to be taken before meal مثلا إذا ambicillin تريد تأخذه قبل وجبة الطعام، أو مثلا تقول after meal مثل الأسبرين، to be taken النيد عند الحاجة مرات مثل الأنجسيد أو حتى الباراسيتول، أو تنطي مسكن قوي هذا النيد عند الحاجة. زين بالأخير شو تسوي؟ signature والdate. الdate جدا مهم والsignature توقيع أكيد. الdate is important due to it is legal significance. It's also enabled the pharmacist to verify matters if too much time has elapsed since its writing. هاي مهمة للفارماسيست يعرف ايش قد تاريخ هاي الوصفة، احتمال هاي مثلا بيها مادة مخدرة ويريد يجي المريض يعيدها، زين من يشوف تاريخ الوصفة قديم انه يعني المفروض ما يحتاجها بعد، بقى هو مثلا الدكتور يقدر يكتب او الطبيب انه تكرر الوصفة مثلا، هاي بيها يعني وضع اخر. اذا التاريخ مهم والتوقيع مهم.
هاي مثال على وصفة. تجي أول ما تكتب اسم الدكتور، الشهادة مالته MBCHP إذا طبيب الأسنان، أنتوا شو تكتبون، النمبر رقم التسجيل خلاصنا. بعدين تكتب اسم المريض مثلا محمد علي، عمره مثلا 30 سنة، يفضل السكس أيضا ينكتب، الدايغنوسيس شنو اكتشفت عنده شخصته، وراها تبدي تكتب RX، وراها تبدي أول درج اسمه مثلا خلينا نقول أمبيسيلين كبسول، نكتب الفورم مالته، القوة مالته أبو 500 ميلي جرام، الدوز مثلا نكتب 1 كبسول في 4 مرات باليوم أورالي، روت أوف سبسكريبشن، والليبل مثلا نكتب للمريض بفور ذا ميل. إذن هاي كملت كل هالمعلومات اعطيناها للدرج الأول. نجي مثلا الدرج الثاني، خلينا نقول هو خلينا نقول سيتابار اللي هو كوداين وباراسيتول بي مسكن. بما انه كوداين وباراسيتول ايش نكتب؟ نكتب مثلا الاسم هو تجاري اسمه سيتابار، اور كوداين اند باراسيتول فور تاب سترينكس، يمكن هو بقوه وحده ما بانواع. الدوز مثلا 1 تاب في 2 مرتين باليوم، او تقدر تكتبه اون نيد عند الحاجه، اورالي روت اوف ادمنستريشن. زين مثلا التوجيهات المريض مثلا تقول مثلا after meal بعد الوجبة الأكل، بالأخير تكتب الدرج الثالث، بالأخير التوقيع والديت. بهذا المختبر أو اللاب شنو مطلوب من عندكم؟ مطلوب من عندكم أنه تعرفون شلون تكتبون الوصفة الطبية بصورة ساينتفك علمية وليجل قانونية، اللي هي هذا النموذج هسه المعروض قدامكم. يعني انتم مو الا تحفظوا لي درخ الاشياء اللي حكيناها، من اقول لك اكتب لي وصفه طبيه المريض مثلا، يجوز انا اعطيك المريض شنو عمره شنو اسمه، ويجوز اقول لك انت افترض اي مريض، افترض نفسك انت الطبيب والمريض شلون تكتب له، اختار فد 3 درج واكتبه لي بشكل ساينتفك علمي وبصوره ليجل قانونيه.